لمناقشة ملف فشل الأحزاب السياسية في التصويت على إكمال الدوائر الانتخابية لقانون الانتخابات ينضم إلينا عبر الهاتف من مدينة مالمو عضو التحالف الوطني المعارض السيد لبيد الصميدائي. أستاذ لبيد، بداية مرحبا بك. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. الأحزاب السياسية فشلت اليوم في التصويت على إكمال الدوائر الانتخابية لقانون الانتخابات، وأيضا الكتل السياسية انسحبت من جلسة البرلمان. يعني إلى أي مدى تتوقع أن تتأجل أو تتأخر الانتخابات المبكرة؟ أنا أعتقد الانتخابات المبكرة لن تحدث في الموعد الذي قررت فيه في حزيران المقبل. إذا استمر هذا حالة التسويف هذه، والمتوقع أن حالة التسويف سوف تتكرر والمماطلة سوف تستمر. لماذا؟ لأن جميع الأحزاب خصوصا الأحزاب التقليدية الكبيرة تشعر بأن قانون الانتخابات رغم كل العيوب الذي سادته لا يخدم مصالحها. كانت هذه الأحزاب كانت هي ضامنة لمصوغرة مثل ما يقول بالعراقي، مصوغرة أنها ستفوز بعدة مقاعد في البرلمان. بموجب هذا القانون الجديد ولا سيما المادة المتعلقة بالدوائر المتعددة، المادة رقم 15، هذه المادة تشكل كابوسا لهذه الأحزاب وتجعلها تشعر بأنها ستخسر الكثير من المقاعد التي حصلت عليها بكل سهولة بفضل الدائرة الواحدة في أول انتخابات عراقية بعد الاحتلال، وبفضل الدائرة لكل محافظة الذي تم تطويره لاحقا واستمرت عليه الانتخابات لمدة 3 أو 4 دورات أخرى. القانون الجديد يريد أن يلغي هذه الميزة التي استفادت منها الكتل الطائفية والإثنية سابقا، ويريد أن يحل محلها قانون التعدد على أساس هناك من يطرح موضوع على أساس لكل قضاء دائرة، وهناك من يطرح لكل 100,000 نسمة دائرة انتخابية، وهناك من يطرح رقما جاهزا يعني مثلا 80 أو 82 دائرة انتخابية عن كل العراق، وهناك كثير من الطروحات. لكن جميع هذه الطروحات البديلة عن الدائرة الواحدة أو الدائرة لكل محافظة هي ليست في صالح الكتل الانتخابية. طيب. أستاذ لبيد، يعني صحيفة لورينت الفرنسية تقول أن الميليشيات الموالية لإيران في العراق أخذت في التراجع، ولكن هناك شكوك في نواياها وخاصة يعني مع اقتراب الانتخابات. إلى أي مدى تتوقع أن يكون أو ما مدى تأثير الميليشيات الفعلي على الانتخابات القادمة من وجهة نظرك؟ أنا لا أعتقد أن الميليشيات حدث تراجع بشأن نفوذها في العراق. التراجع العسكري ليس بائنا، يعني لا يوجد أي تراجع عسكري، بدليل أن عملية استهداف السفارات أو السفارة الأمريكية والأرتال التي تحمل قوات التحالف ولا سيما القوات الأمريكية قائم إلى حد الآن ويتكرر، وهناك أنباء عن أن السفارة الأمريكية تريد أن تغلق نفسها لأنها تتعرض وعرضة للخطر، وهناك أيضا خطة على يبدو تشعر بها المخابرات الأمريكية بأن هناك هدف باستهداف للسفارة بالحصول على رهائن من طيب أميركان من داخل. نعم، أنا أعتذر منك للمقاطعة. ناشطون في تظاهرات ثورة تشرين اتهموا أحزابا سياسية في العراق بالسعي لتمرير قانون الانتخابات الجديد بما يتوافق مع مصالح الأحزاب السياسية والكتل السياسية. ماذا لو بقيت أستاذ لبيد نفس الوجوه في المشهد السياسي في العراق رغم هذه التظاهرات التي زاد عمرها ربما على سنة، مظاهرات سلمية مطالبة بتغيير جذري في العراق؟ ماذا لو بقيت نفس الوجوه؟ كيف سيكون رد فعل الشارع العراقي؟ يجب أن تستمر الانتفاضة. المتوقع أن التصعيد سيستمر، لأن بالحقيقة حالة التظاهر الحالي أو الانتفاضة، انتفاضة تشرين المستمرة حاليا، هي تترقب بعيون مفتوحة لما يجري في أروقة البيان بالبرلمان بشأن قانون الانتخابات الجديد، وهي تشعر بالخيبة من هذا التسويف، والجماهير غاضبة، والشعب العراقي كله يلتف مع انتفاضة تشرين وضد هذه المماطلة، ويعرف حق المعرفة بأن الأحزاب والكتل السياسية إنما تماطل من أجل أنه عدم إجراء انتخابات مبكرة، ولكي تبقى هي التي تحتل المشهد
صدارة المشهد السياسي الذي أدى إلى فشل الدولة كاملا وأدى إلى استشراء حالة الفساد هذه في العراق. لذلك فنحن ندرك تماما أن الانتفاضة ستتحول إلى ثورة عارمة وسيتلتف كل فئات الشعب العراقي مع هذه وينضموا إلى هذه الثورة العارمة وليطيحوا بهذا النظام كليا هذا النظام ويتحقق شعار الشعب يريد إسقاط النظام. شكرا جزيلا من مدينة مالمو عضو التحالف الوطني المعارضة الأستاذ لبيد الصميداي، شكرا لك.